موسيماني طبعا يستحق التحية على الفترة اللي فاتت دي كلها، عمل بطولات كويسة وإنجازات، يعني بطولة القاضية ممكن دي هتفضل في التاريخ. أكيد موسيماني برضو هيفضل اسمه موجود في تاريخ النادي الأهلي، ولكن زي ما يعني موسيماني أضاف، النادي الأهلي طبعا أضاف كتير جدا لبيتسو موسيماني، بدليل أول ما جه أول يوم بيتسو موسيماني رئيس دولة جنوب أفريقيا نزل له على طول وبعت له المباركة يعني. ولكن انا شايف ان طريقه الانفصال في الاخر، يعني انا شايف ان النادي الاهلي وموسيماني في الاخر، موسيماني ما كانش موفق قوي في الفتره الاخيره بصراحه لكذا سبب يعني. وقد موسيماني لو كان كمل، ده بالمناسبه ده رئيس الجمهوريه هناك بيهنئ بيتسو موسيماني اول ما انضم ليهم، فدي حاجه يعني النادي الاهلي اضاف لبيتسو موسيماني كتير. ولكن من وجهه نظري ان موسيماني قد لو كان كمل كان ممكن بنسبه كبيره النادي الاهلي يخسر الدوري. ليه؟ من وجهه نظري اول حاجه الحاله البدنيه بتاعت لعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره كانت وصلت لحاله مش كويسه بسبب المعد البدني، ولهذا تم الطلب ان احنا عايزين نطلب مدرب احمال بدنيه يضيف لك معاك، لان الحاله البدنيه بتاعت اللعيبه بصراحه في الفتره الاخيره كانت قليله جدا، حتى ظهرت في مباراه المصري اللي اتسلم لعيبه الاهلي ما ظهرتش بالشكل القوي قوي بدنيا. موسيماني في الفتره الاخيره فقد الشغف، فقد الدوافع عكس اول سنتين. عارف لما بتفتح مشروع، لما واحد بيفتح كافيتيريا والكافيتيريا دي بتجيب فلوس في الاول وجايبه مكسب ومش عارف ايه، وبعدين بقى يحط رجل على رجل وبعدين خلاص الشغف بتاعه قل، فخلاص انت محتاج تغيير، محتاج مشروع تاني، محتاج حاجه جديده. ده اللي حصل بالظبط. كمان موسيماني في الفتره الاخيره ذهنه بقى مشتت، تصريحات كتير اعلاميه، زوجته بتطلع تتكلم، حاجه تحس مش ده اسلوب النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما في الفتره الاخيره قافل، حتى برضه فنيا على نفسه يعني قافل في التصريحات، تكرار اخطاء الموسم الماضي يا كابتن اسلام في حته المباريات الصغيره قدام البنك الاهلي، تعادلنا خسرنا من المصري، اتعادلنا مع سيراميكا. فالفتره الاخيره كذلك برضه تغيير طريقه اللعب كتير، 4 2 2 2 4 2 3 1 3 4 3. اوضه اللبس برضه في الفتره الاخيره ما كانتش احسن حاجه. فانت تحس موسيماني ليه كل الاحترام وقدم وهيفضل علامة ممتازة في تاريخ النادي الأهلي، ولكن في الفترة الأخيرة أعتقد زي ما قلت لحضرتك إن ده مشروع ومحتاج محتاجين نعمل ريفريشمنت بقى، خلاص نشوف تجربة جديدة نقطة ومن أول السطر أوكي. ولازم ندعم الفترة دي الجهاز الموجود طبعا، الجهاز الفني للنادي الأهلي. على فكرة هقول لحضرتك على حاجة، كابتن سامي مصطفى مدرب كبير جدا، مدرب كويس قوي تكتيكيا، وكان ليه دور، أنا على علم بالكلام ده إن كابتن سامي مصطفى ليه دور كبير جدا 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 مع بيتسو موسيماني في تغييراته، في رايته للملعب، في حاجات كتير جدا.